اليوم ودي أتكلم عن السي بي سي تي أو الأشعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها في عيادة علاج العصب. لو سألتني قبل 8 سنوات شنو استخدامات السي بي سي تي في العصب، راح أقول لك يمكن الريزوربشن، يمكن التروما كيسز، يمكن سيرجيكال بلانينج، بس الحين تعددت استخداماتها في عيادة علاج العصب. في 3 مراحل ممكن نستخدم السي بي سي تي فيها، إما بري كلينيكال قبل ما نشتغل على المريض، أو أثناء شغل على المريض، أو ما بعد العمل على المريض مثلاً الفولو أب. عشان نتكلم عن الانديكيشن أوف سي بي سي تي، خل أقرأ لكم مقتطفات من الأمريكان أسوسيشن أوف إندودونتست أند The American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology Position Statement. هذول جمعية العصب وجمعية الأورال and Maxillofacial Radiology اجتمعوا وقرروا الآتي. طبعا مو كل مريض نحتاج ناخذ له سي بي سي تي إلا إذا كانت الـ signs and symptoms doesn't make any sense، وبالحالة هذه ناخذ limited field of view سي بي سي تي. بالإضافة إلى ذلك ناخذ أشعة ثلاثية الأبعاد for teeth with potential for extra canals and suspected complex morphology such as mandibular anterior teeth، لأن lower anterior teeth we suspect أن فيهم 2 canals، maxillary and mandibular premolars and molars and dental anomalies. ممكن ناخذ أشعة أثناء الشغل على المريض إذا كان مثلا في complex anatomy ما لاحظنا من البداية، أو كان في مثلا calcified canals ونحاول أن نلقاهم. Recommendation number 6 is actually my favorite، خصوصا إذا كان بنسوي non-surgical retreatment ونبي نتأكد أن ما في vertical root fracture، ف CBCT راح يقول لنا ما إذا كان في potential of fracture or not. وهذا الشيء صار لمدة أسويه، إذا شفت حالات failed root canal treatments عادة أخذ CBCT لعدة أسباب. أول شيء the amount of radiation is very low، لأن أخذ 5x5 it's very small. Number 2 حرام أسوي retreatment على شيء في vertical root fracture، وإحنا ندري أن traditional PA radiographs are not very sensitive من ناحية أن تطلع لي vertical root fracture or not. Fracture itself ما يبين ترى بالCBCT، بس اللي يبين side effect اللي هو تآكل العظم حوالين السن، خصوصا إذا كان one side، يعطينا indication أن في vertical root fracture. راح أعطيكم مثال على شلون ممكن أستخدم CBCT أثناء علاج العصب. أبيكم تركزون على هالمولر، أوكي؟ وهذا the axial view. Now لو تلاحظون أن في distobuccal root, mesiobuccal root and palatal, and this is normally the maxillary teeth. الحين بيكم تلاحظون التوث نمبر 7 لما بطلت الضرس طلع لي 3 كانالز العد المعتادة، بس بعد ما خلصت الشغل لاحظت ان في شيء ستيكي on this side. طبعا لما اسويه كلينيكلي ما يبين، فاحتجت اني اسوي او اخذ CBCT. فخلصت القنوات الثلاثة حطيت عليهم جلاس انمار وبعدين خذيت CBCT، لو لاحظت ان في روت أو مثلاً كنال بعيدة وطالعة، وفي هذه الحالات لو ما خذيت CBCT ما كنت راح أدري أصلاً إن في كنال on that side. ما بيطول عليكم، حسيت إني طولت، بس ودي أنصحكم بأن إذا رحتوا مؤتمرات أو لقيتوا workshops أو مثلاً بعض الشركات يسوون محاضرات مجانية، خصوصاً إذا يبون يبيعون CBCT machine مالهم، أنصحكم بأنكم تسجلون بهذه الدورات، لأن إذا ما تعلمت CBCT الحين it will be too late بعدين. ونشوفكم إن شاء الله على خير.